تتواصل المظاهرات العراقية للأسبوع الثاني وسط اتهامات عراقية بقيام طهران بتأجيج الشارع العراقي. المزيد في التقرير التالي. في وقت تتواصل فيه المظاهرات ضد سوء الإدارة وتردي الخدمات في مناطق مختلفة من محافظات وسط العراق وجنوبها، سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الاحتجاجات عبر اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالتوازي مع وعود بإصلاحات ومخصصات تنموية للمناطق المعنية. التظاهرات بالعراق دخلت أسبوعها الثاني في تحرك احتجاجي شهد أعمال عنف وخلف أكثر من 250 مصابا ونحو 10 قتلى بين المدنيين وقوات الأمن. وسلطت هذه الاضطرابات الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعانيها شريحة كبيرة في بلد أنهكته النزاعات الطائفية والفساد المستشري بمؤسسات الدولة منذ 15 عاما. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا للمظاهرات وأظهرت حالة النقمة الشعبية إزاء الحكومة والطبقة السياسية. المتظاهرون عبروا عن غضبهم إزاء التدخلات الإيرانية المتواصلة في شؤون بلدهم الداخلية ونهب ثرواته بحرق صور المرشد الإيراني الراحل الخميني وسط مدينة البصرة. بدورهم مسؤولون عراقيون وجهوا اتهامات لإيران بإشعال الاحتجاجات بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة وتوقيت خروج التظاهرات جنوبي البلاد. رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ناقش مع قادة وممثلي الكتل السياسية التطورات الأخيرة في العراق، وذلك ضمن مساعيه لاحتواء المظاهرات وإطلاق الوعود لتلبية مطالبهم تباعاً. غليان الشارع العراقي يأتي بعد نحو 6 أشهر من إعلان السلطات هزيمة تنظيم داعش الذي احتل ثلث العراق قبل 4 سنوات.